الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعلنا بما علمتنا، وزدنا علما. حياكم الله وإياكم، وطيبكم وطاب مشاكم، وتبواتهم من الجنة منزلا. نختم عامنا هذا إن شاء الله تعالى بدرس التصحيف والتحريف، وسيكون امتحانكم إن شاء الله تعالى متعلقا بدرس التدليس والمدلسين والشاذ، ودرس الشاذ ودرس حكم التصحيف والمصحف إن شاء الله تعالى. ماذا عندك يا هاشم سوى هذا؟ حول تبع الشاذ والحكم الشذوذ إن شاء الله بإذن الله تعالى، بإذن الله الشاذ وضوابط الشذوذ والتدليس والتصحيف والتحريف. التدليس شيخ عندنا 27 مثلا، لا تحتاجون الى الشيوخ، لا تحتاجون الى الحفظ، ليس حفظا، انما تتذكر، تتذكر يعني تذكر يستلزم، لا يستلزم حفظا بهذه الطريقه، فقره فقره وجمله جمله، لا اي الاسامي وانما هو الاستيعاب. الاسامي محمد بن مسلم بن تدرس ابو الزبير المكي مثلا، أنت تعرف أن رواية الليث عنه مقبولة عند الجميع، لكن بعض الناس يجدون مشكلة في رواية غير الليث عنه، واضح؟ فتتذكر هذا وتقارن بين أنواع التدليس الموجودة من تدليس الشيوخ ومن تدليس الإسناد والتسوية وغير ذلك، تتذكر إن شاء الله. ماني منقدوم اسم لا لا يحتاج إلى أن تحفظها كلها، تحفظ كذا، وإنما تستوعبها في ذهنك وستسأل عن بعض ذلك، واضح؟ كلمة استوعب بذلك ما يلزم تحفظها بصراحة. إيه خذ الفرق الله اصنع ما لو كنت ما زلت فاهم ممكن شيخ، لكن هي مسألة صعبة اسم خطر تسأل على اسم ومعرفة الاسم لابد منه، معرفة الاسم، لكن أنا أقصد أن لا تحفظ فقرة فقرة لأنه في هذه المشقة. نعم هذا عبرت عنه بالاستيعاب. طيب ان شاء الله هذا الامتحان ان شاء الله وهو جاهز ان شاء الله تعالى، ونتحدث قليلا ان شاء الله عن التصحيف ان شاء الله، ثم نبدا ان شاء الله الدرس تبعي. طيب بعض العلماء لا يفرق يعني قديما وحديثا بين التصحيف وبين التحريف، وبعضهم مثل ابن حجر رحمه الله تعالى فرق في ذلك وتابعه السيوطي رحمه الله تعالى. فإذا كان التغيير في نقط الحروف سمي تصحيفا، فإذا كان في الحروف سمي تصحيفا، فإذا كان في النقط سمي تحريفا، وما يغير نقطه مصحف أو شكله لا أحرف محرف كما قال السيوطي رحمه الله تعالى، واضح يا شباب؟ لكن الشيء الدارج، الشيء المعروف، الشيء السائد عدم التفريق بين التصحيف وبين التحريف، لأنه عبارة عن يعني خطأ في نطق ذلك الاسم. الخمري صحفناه وحرفناه إلى الحميري، فهذا تصحف وتحرف، أليس كذلك؟ يشققون الخطب تشقيق الشعر، صحفه وكيع رحمه الله تعالى يشققون الحطب، وسنتحدث عن هذا من باب الاعتذار للأئمة الكبار. نعم مثلا صلاة في إثر صلاة، كتاب في عليين صحفها بعضهم إلى كنار في غلس، كنار في غلس، صلاة في إثر صلاة كنار في غلس، هذا يعني تصحيف أقرب إلى تصحيف المعنى، واضح يا شباب؟ كلما علونا فدفدا يعني مكانا عاليا كبرنا، صحفها بعضهم كلما علونا قددا كبرنا، هذا من تصحيف البصر، لأن فدفدا تشبه قددا، واضح يا شباب؟ وأحيانا يكون تصحيف سمع، إما تصحيف سمع أو تصحيف رؤية وبصر أو تصحيف معنى. مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة رمح يضعه أمامه صلى الله عليه وسلم، صحفها بعضهم إلى عنزة
إلى عنزة، ثم صحبها بعضهم إلى شاتم. نظر المعنى واضح يا شباب، وصحف المعنى إمام عنزة، ظن القبيل بحديث العنزة، وبعضهم سكن نونه ظن القبيل، فقال شات خاب في ظنونه. عليكم السلام مرحبا. واضح يا شباب، هذا تصحيف المعنى، هي صلى إلى عنزة صلى الله عليه وسلم، معناها رمح، صحفت إلى عنزة، جاء بعضهم فقال لا، رواها بالمعنى فقال صلى إلى شاتم صلى الله عليه وسلم، تحرفها هنا، تحرف المعنى، هذا تصحيف معنى، اجتهد هو في المعنى، كما مر بنا في كنار في غلس، هي كتاب في عليين، صلاة في إثر صلاة، كتاب في عليين، فهو صحفها كنار في غلس، صحيح كأنه تصحيف بصر، نعم، لأنه كتاب في عليين مثل كنار في غلس، صحيح، لكنه فكر في معناها فكان أقرب إلى تصحيف المعنى. نعم، ستأتي إن شاء الله لذلك الشواهد، فأردت التقديم، لكن ما نسب إلى ذلك من الأئمة الكبار ينبغي أن نعتذر لهم، ينبغي أن نوقرهم في ذلك، مثل ما مر بنا بالنسبة لوكيع، يشققون الخطبة، أخطأ فيها فقال يشققون الحطب، وهو من هو، ومن قرأ صحيح البخاري ومسلم يحصل له مثل هذا. أنا أذكر في يعني تختم، يعني قرأتها تنخم، تختم وتنخم، اخطأت فيها ونحن نقرأ صحيح البخاري، نقرأ كتاب الحج، فيعرف هذا من أكثر يعني من القراءة على الشيخ، ومن أسرع في ذلك فإن لسانه يسرع، إن بصره أحيانا يخطئ، فأرجو أن نعذر الأئمة في ذلك. أما صنيع ابن الجوزي في ذكر مثل هذا في أخبار الحمقى والمغفلين، فيعني عفى الله عنه في ذلك، ذكر ابن معين فيه وذكر وكيعا فيه وكذا، فهذا وذكر شعبة كذلك، هذا ما ينبغي. إن شاء الله نبدأ بإذن الله تعالى درسنا، وذكر يعني إخواني بأن الامتحان سيكون حول الشاذ وضوابطه، وحول التدليس والمدلسين، وحول درس التصحيف والتحريفات. من يخاف؟ تفضل يا شيخ. التصحيف وهو تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى غيرها. المتعارفة إلى غيرها. نعم. ولم يفرق الذهبي في ميزانه بين التصحيف باعتباره تغييرا في نقط الحروف، والتحريف بحسبانه تغييرا في شكلها. كما ذهب إلى ذلك من بعده الحافظ ابن حجر وتبعه تلميذه السخاوي، ونظم السيوطي هذا المعنى بقوله: فما يغير نقطه مصحف أو شكله لا أحرف محرف. إذا كان التغيير هذا التحريف متعلقا بالنقط فهذا مصحف، فإذا كان متعلقا بالحروف فهذا محرف. نعم، لكن قلنا المحدثون على عدم التفريق بين التصحيح وبين التحريف، على اعتبار أنه خطأ إما في اللفظ وإما في المعنى، سواء كان ذلك تصحيفا في السند أو كان تصحيفا في المتن. تصحيف في السند مثل كما مر بنا في الخمري تصحف إلى الحميري، والأمثلة بالنسبة لتصحيف المتن كثيرة كما مر بنا. يوجد تصحيف يعني في القرآن كذلك، خاصة بعثمان بن أبي شيبة، يعني في يعني ألف لام ميم، يعني قرأ ألف لام ميم ترك ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قرأ هكذا ألف لام ميم. نعم، وبطشتم خبازين، مجموعة من بطشتم جبارين، مجموعة من هذا، حتى اعتذر له الذهبي وكذا، قال يعني مثله كيف يخفى هذا عليه، وكأنه كان عليه من حفظ القرآن، قال ولعله لدعابة، فلعله تاب من ذلك، حتى الدعابة لا تقبل. اي نعم، لعله تاب من ذلك، ستأتينا الشواهد على ذلك ان شاء الله. نعم، والجوارح مكلمين، قرأها الخوارج مكلمين. نعم، رحمة الله على علماء المسلمين. وهذا من بعض اجتهادات ابن حجر التي هي محل نظر، ونحن نصحف اعظم من ذلك. نعم.
نعم لو نظر الإنسان إلى نفسه لرأى يعني تصحيفا وتحريفا عظيما. نعم لكننا لا نرى هذا من أنفسنا. وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوئ. نعم. هو شيء سؤال يعني هم عن يعني التصحيف عن جهل في اللغة يعني ولا إذا أسرعت في القراءة فإنك تخطئ، وإذا كنت متعبا منهكا فإن التركيز يضعف وإنك يسبق لسانك إلى الكلمة يعني يقدم حرفا على حرف. مثلا الخطب، هل يعقل أن وكيعا الفقيه العالم المحدث الحافظ يخطئ فيها وهو واع بحاله؟ لا، إنه هو متعب مرهق في ذلك. قلت من قرأ يعني مئات من الأحاديث في اليوم عن على شيخه فإنه يعرف معنى أن يخطئ. نعم، إن حديث جديد عليه هو يقرأ منها ليقرأ 10 أو 20، يقرأ 200 أو 300. نعم، وحديث جديد عليه، وحديث في الأحكام، وحديث في يعني في الإيمان، وحديث يعني في التربية وفي التزكية وفي السياسة الشرعية في الأحكام، وكثير منها لا يعرفه، فلا يستغرب أن يخطئ في ذلك ويصحح ويحرف. يعني الغرض الأول التصحيح يعني السبب، سبب التصحيح هو الخطأ. هنا هو خطأ في النطق بالحرف، واضح؟ وستأتينا الشواهد على ذلك كثيرا. ولم يختفي فيها اصطلاح السابقين له كابن صلاح والنووي وابن كثير العراقي شيخ ابن حجر الذين يرون ترادف التصحيف والتحريف لكون حصره التصحيف في تغيير نطق الحروف وقصره على تغيير شكلها أي ضبطها كما في إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين لمحمد حيس. نعم. لا تشهد له معاجم اللغة كاللسان، وهذا الأمر وإن كان اصطلاحا حديثيا إلا أن المرجع فيه أهل اللغة لأنهم أرباب هذا الشأن، كما أن المرجع اللغويون لم يسموا هذا تصحيفا، ما يغير نقطه مصحف. لم يسمي اللغويون ما يغير نقطه مصحفا، ولم يسموا ما تغير شكله لا أحرفه محرفا، لم يسموا هذا. فلذلك العهدة في هذا والعمدة على من؟ على أهل اللسان أصل هم الذين، ثم لم يراعوا في ذلك لا أحرف محرف في هذا البيت، في بيت السيوطي نفسه لا أحرف أو شكله لا أحرف محرف. لو أنهم راعوا الحروف وسموه محرفا لكان أنسب. فعجب الأسيوطي. نعم، لكن عذره أنه نظمها في 5 أيام بقدرة المهيمن العلامي. وثانيا وفي أحكام أهل الفقه. وثانيا ليس هذا التعريف جامعا، إذ من التصحيف ما يكون بزيادة حرف أو أحرف، ومنه ما يكون بالنقص أو بتغيير النطق أو بالشكل معا، مثل عليين وغلس، ومنه ما عليين وغلس، هذا غير فيه شكل الحروف وغيرت فيه كذلك نقطها. فماذا نسميه يا أبا الفضل بن حجر؟ ماذا سنسميه الحال أنك فرقت بين المصحف وبين المحرف، فجعلت المصحف ما يغير نقطه، واضح؟ وجعلت المحرف ما يغير شكله، فماذا نسمي؟ عليين وغلس، ماذا سنقول؟ مصحف محرف. ثم لم يراعوا المناسبة اللفظية نفسها، لو أنهم قالوا المحرف ما غيرت حروفه لكان أنسب. لكن أن يأتي السيوطي في الألفية ويقول أو شكله لا أحرف محرف، سبحان الله، لا في أحرفه ونسميه محرف. شيخ أهل اللغة ماذا يسمونه؟ لا يفرقون بين المصحف وبين المحرف، كلهم سويا. نعم، لكن طبعا يجيبك ابن حجر على هذا والسيوطي وكذا، يقولون هذا اصطلاح منا، نحن لا نتكلم عن أهل اللغة، لكن نحن من باب الاستشهاد عليهم نقول حتى اللغويون لم يلاحظوا هذا الفرق، وأنتم كذلك لم تلاحظوا المناسبة في ذلك. نعم. ومنه ما تتغير فيه صورة الخط أصلا، كتحريف تغط رأسه إلى تخمر وجهه، انظر معرفة علوم حديث الحاكم، أو يكون التغيير تخمر وغط الحروف نفسها تغيرت. نعم، والشكل وكل شيء. نعم. أو يكون التغيير بالتقديم والتأخير، كتصحيف مشحوم إلى محجوم. نعم. وندبه إلى بدنة. بدنة. لا بدنة.
ضحى النبي صلى الله عليه وسلم ببقرة فصحفها بعضهم فقال بهرة. طيب هذه بهرة كيف سنصنع بها؟ ماذا سنسميها على تعريف ابن حجر؟ هل نسميها تصحيفا أو نسميها تحريفا؟ تغير الشكل. نعم. النقد كذلك تغير من بقرة إلى هرة، حتى النقد نفسه القاف تغيرت، فلهذا قلت لم يستوعب. نعم. تعريف الجامع المانع هو الذي يمنع من دخول غيره، هم لم يستوعب، فالتعريف ضعيف في هذا. نعم. ومنهم التغير في أو يكون التغير بالتقديم والتأخير كتصحيف مجهوم إلى محجوم وندبة إلى بدنة، تصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري. وثالثا على تقدير الجواز اللغوي كان الأنسب أن يعتبر تغيير النقط تحريفا لأنه يقتضي تبديل الحرف بغيره. نعم. كالراء بالزاي والصاد بالضاد، وهذا لم يقدم له السيوطي وهو يقول أو شكله لا أحرف محرف. وعذره أنه ألف الألفية في 5 أيام رحمه الله تعالى. نعم. إيش ما يعني أسرع طبعاً لأنه في أسبوع نظم يعني 1000 بيت فلم يفتن إلى لا أحرف محرف، لا يفتن لأنه ينبغي أن يراعي هذا، يعني تغيير الحروف إذا تغيرت الحروف نسميها محرف، نعم لها مناسبة لغوية، لكن أن تنفي الحروف وتسميها بغيرها فهذا هو. ولم يستعمل الذهبي مصطلح التحريف استغناء باللفظ الغالب عند السابقين وهو التصحيف في أي موضع من مجلدات الأربع للميزان. نعم. أحيانا يعبر عن ذلك يقول ووهي ما فيه، فهو يتحدث عن التصحيف عن التحريف عن الخطأ في هذه الألفاظ سواء كان في السند أو في المتن، يقول وهي ما فيه، يذكره محرفا ومصحبا ثم يقول والصحيح كذا والصواب كذا، يعبر أحيانا بالبطلان كذلك، فينبغي أن تنتبه إلى هذه الألفاظ. نعم. وله رحمه الله تعالى تعبيرات عديدة عن ذلك، فتارة يعبر عن التصحيف بالوهم كما قال في ترجمة شهاب بن شرمقة وهب بن مهدي، فقال حدثنا شريفة بيا ونقل شريفة بيا. لو جاء هذا في الامتحان، لو قيل لكم في الامتحان قال الذهبي رحمه الله تعالى قال عبد الرحمن المهدي ابن شرنفة في ابن شرنفة حدثنا شريفة، أنت ستبين هذا الذهب ما قال، قال صحفه قال حرفه، لا وهم، وهم عبر بالوهم، هذا وهو يريد التصحيف والتحريف. نعم. ننتبه لهذه التعبيرات أحيانا، والصواب كذا يعني هذا محرف مصحف، صوابه كذا والصحيح كذا. نعم. يعني شيخ هو يرى المحرف، يراه وهم المحرف، وهم في النطق طبعا لا بد أن يكون هذا. نعم. شرنفة نطقها شريفة فكيف لا يسمى وهما، فهو مصحف، لهذا من تعبيرات التصحيف الوهم. نعم. وسيأتينا القلب كذلك. نعم. يعني توهم اللفظ على معنى معين فنطقه، شرنفة توهمها شريفة، واضح، وهذا من تصحيف النظر لأن شرنفة مثل شريفة في النظر، وقلنا بعضها من تصحيفات السماع. نعم. كنار في غلس مثلا هذه تكون على معنيين، إما أنه تصحيف نظر لأنه كتاب في عليين مثل كنار في غلس أو سم، وتصحيف معنى لأنه فكر فيها في المعنى أنها نور، صلاة في إثر صلاة، كتاب في عليين كما قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، كتاب في عليين مثل كنار في غلس، فهو ظنها حملها على ذلك المعنى، على معنى أنه نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نعم. لذلك بعض التصحيفات أحيانا لا يكون سببها التشابه في الكتابة، فيكون من تصحيف النظر، تصحيف البصر، تصحيف الرؤية، ولا يكون من تصحيف السماع، وإنما يكون من تصحيف المعنى، تصحيف المعنى، المعنى أن الإنسان يعطيها معنى معين، يفكر فيها على طريقة غير الطريقة، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة فصحفها عنزة ثم صحفت إلى شاه، فهذا تصحيف معنى. نعم. شيخ لكن لم يقل كنور، قال كنار. كنار، نعم، كنار في غلس. نعم. 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 ونقل في ترجمة عبيد بن مسلم قول الدارقطني وهو ابن حيان
ابن حبان شيخ. ابن حبان نعم. ابن حبان في تسميته هو عباده، وذكر في ترجمه العلاء بن يزيد ان العقيلي وهم في هذه وهما هذه كلها فيها وهما، والمعنى تصحف وتحرف. نعم. وهما في هذا الراوي وهمين، احدهما لكونه قال ابن يزيد والصواب ابن زيد، كذا هو ابن زيد في البخاري. نعم. وغير مكان ضعفاء الصغير البخاري. نعم. وقال في ترجمه موسى بن محمد بن حبان وهو معروف بالحاء المهمله، قد نقته بالجيم في اماكن ابن الازهر الصارفيني فوهما. نعم. الصارفيني شو هيك؟ الصارفيني. نعم. جزاك الله خيرا. من يقرا يا شباب؟ احسنت يا هاشم. من يقرا؟ وثوران. نعم. وثوران يعبر عن ذلك بالبطلان، كما ذكر في ترجمة محمد بن مصعب القرقساني أنه روى حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في قطيفة حمراء. قال الذهبي كذا قال وهذا باطل، وكأنها دفن كفن. نعم، كأنها دفن. نعم، دفن. وربما عبر عن ذلك بالخطأ، كما قال في ترجمة الحكم ابن سعيد الأموي أخطأ من قال عنه الحكم ابن سعد. وقال في ابن سعيد وليس ابن سعد، في زيادة الياء هذه. نعم. وقال في ترجمة مسلم ابن تفنى أخطأ ثفنا تفنى ابن ثفنى بالثاء المثلثة. ابن ثفنى أخطأ فيه وكيع، وصوابه ابن شعبة. أخطأ ها هنا بمعنى صحف وحرف. نعم. ثفنى نطقها شعبة، هذا من تصحيف ماذا؟ سند. نعم، تصحيف سند، لكن ما هو سببه؟ ثفنى وشعبة من تصحيف البصر لأنه متشابه في الكتابة. نعم. وقد ينقل تصحيف ثم يتبعه بقوله والصحيح كذا أو صوابه كذا أو إنما هو فلان، كما قال في ترجمة أبي معاذ والصحيح أبو معان. أبو معان. نعم. وفي ترجمة موسى لا تصحفت لهنون. وفي ترجمة موسى ابن يسار ابن سيار كما مر، وفي كتاب العقيلي بتقديم الياء. وقال في ترجمة مغيث مولى جعفر الصادق إنما هو معتب. نعم. معتب. قيده الدارقطني وعبد الغني بالمهملة ثم المثنات المثقلة ثم الموحدة. معتب. المثنات المثقلة. التاء. معتب ثم الموحدة اللي هي الباء. معتب. نعم. في حين أنه ذكر أولا أنه مغيث. مغيث. نعم. ثم جاء بإنما هذه للتصحيح للاستدراك، واضح؟ ليبين أنه تصحيف وتحريف، ليس مغيثا وإنما معتب. نعم. وقد مضى على الصواب. وقال في ترجمة مفضل ابن مبشر المدني إنما هو الفضل. الفضل وليس المفضل. نعم. ويقع للذهب أحيانا نوع تردد في تعيين المصحف عند اشتباهه واستعصائه على التعيين. كما قال في ترجمة الربيع ابن حيضان ويقال ابن حضيان بتقديم الضاء المعجمة على الياء المعجمة على الياء المثنات التحتية. وقيل المثنات التثنية المثنات. نعم. ولو قلنا المثنات فإنها الممالة. نعم. وقيل هذا تصحيح. وقيل جيضان بالجيم. وقال في ترجمة أبو شهر قيل مصحف أبو شهر. نعم. وقيل أبو شمر. وقيل أبو سهيل. وقد ذكر الذهبي في ميزانه جماعة من المصحفين منهم حبيب ابن أبي حبيب. نعم. وسعيد ابن سليمان الواسطي وعبد الله ابن عمر ابن أبان مشكدانة. مشكدانة مشهور هذا جدا بالنسبة للتصحيف. نعم. ستأتينا له شواهد. هذه المواضع موجودة من ميزان الاعتدال في نقد الرجال، يمكن أن تراجع وتراجم هؤلاء حبيب بن أبي حبيب ومشكدانة وغيره. نعم. ومشكدانة تذكروه بعبد الله بن عمر ابن الخطاب، عبد الله بن عمر بن أبا مشكدانة. نعم. حتى لا تنسوه. نعم.
وعبد الوهاب ابن محمد الفارسي، ومحمد ابن طاهر المقدسي، وأبو بكر الباغني، ومصعب ابن سعيد، وموسى ابن مسعود. هؤلاء المصحفون. كما أورد نماذج من التصحيفات، منها ما كان في سند الحديث تصحيف السند. كأحمد بن إبراهيم الحميري قال حميري حمير اليمني. قال الذهبي هو الخمري تصحف. ومنها ما كان في متن الحديث كما ذكر في ترجمة أبو أمية أحوص ابن المفضل ابن غسان أنه سأل ما معنى كنا إذا علونا قددا قددا كبرنا. إذا علونا فتفدا، هي أصلها فتفدا يعني مكانا عاليا، فهو صحفها قددا. لماذا؟ لأنه تصحيف بصر. قددا وفتفدا. فقيل له إنما هو فتفدا. حتى تصحيف السماع هنا غير مستمع، قددا وفتفدا غير مستمع، وإنما كان إنما الأقرب أنه تصحيف بصر. وسأل ما معنى أخذ الحائض قرصة. قرأها قرصة، يريد بها قطعة، إنما هي فرصة، فرصة تتطهر بها. قالت تطهر بها، قالت كيف؟ قال سبحان الله. فأخذتها السيدة عائشة جبذتها وبينت لها ذلك، استحيى النبي صلى الله عليه وسلم. فهي فرصة، لكن المحدثين أحيانا يعبرون عنها بضم الفاء، لكن الأفصح فيها فرصة. هي قطعة ممسكة تتطهر بها القرآن. فهو صحفها إلى قرصة. قرصة كأنه يريد قطعة، كأنه يريد تصحيف معك. أي نعم، يدخل بتصحيف المعنى. أحسنت. فقيل له بل هي فرصة، والفرصة خرقة أو قطنة ممسكة، والمحدثون يقولون فرصة بالضم، وإنما هي فرصة بالكسر. ومن المحدثين من يصحح في السند والمتن كعبد الوهاب بن محمد الفارسي الذي روى حديث أبي أمامة صلاة في إتر صلاة كتاب في عديين، وفي أبي داود الحديث معه، فصحح الكلمتين وقال كنار في غلس. فسئل ما معناه قال النار في الغلس تكون أضوى، كما أنه قرأ سند حديث فيه سهل بن بحر أنا سألته فصحفها سالبه يعني أنا سالبه، وهي أنا سألته الباء تصحفت عنده إلى تاء، التاء تصحفت إلى باء، فيتغير المعنى طبعا. فهذا تصحيفه في السند وذاك تصحيفه في المتن. فجمع بينهم. أما صلاة في يعني كتاب في عليين وصلاة في غلس فتحدثنا عنها من ناحية بصر ومعنى. بصر ومعنى. جزاكم الله خير. لو جاء في الامتحان فالإنسان يتحدث عن ما يحتمل في ذلك من الأنواع. أيضا البصر شيء. يقول هي أولا، يتحدث أولا عن أنها تصحيف متن وليس تصحيف سند، ليس كذلك؟ يعني داخل المتن. ثم بعد ذلك تحدث أنها يعني كنار في غلس، كتاب في عليين كنار في غلس، قريبة ليست بعيدة. في كتابة، في رسم كلمات، كتاب مثل كنار، خاصة في ذلك الزمان الأول كان لا ينقضون فيه. لكنه هو أجاب، يعني قال النار في غلس تكون أضوء يعني. هو أجاب، هذا الدليل على أنه ماذا؟ معنى تصحيف معنى. نعم، ولي بصر ومعنى. بصر ومعنى. نعم، وكذلك متن. نعم، غلس شوش الليل، غلس في الظلمة. نعم، الظلمة ديجور الليل. نعم يعني شيخ يعني تكون أضوى، هذا قصده، قصده يعني شدة الإضاءة. نعم شيخ. نعم يعني التصحيف. نعم التصحيف. نعم، إما يكون سند أو متن. نعم، إما يكون بصرا أو سمعا أو معنى. جزاك الله خير. وعليك المثال الذي يقول تصحيف متن وتصحيف بصر ومعنى برضه. يعني هذه ثلاثة محتملة، خاصة الثاني محتمل اللي ذكرناه، أما الأول تصحيح يعني تصحيف متن لا شك فيه. تصحيف المعنى ظاهرة، تصحيف البصر، البصر هذا الذي اختلفنا فيه مع أخيكم. مع من محدث من؟ أي مع أي.
اي نعم تفضل. وجاء سعيد بن عمرو الاشعثي فقال والاشعثي بواو العطف. قرأ سعيد بن عمر والاشعثي، هو سعيد بن عمرو الاشعثي فجعلهم اثنين، سعيد بن عمر والاشعثي. نعم حول الواو هذه من عمر الى عمر. نعم. وصيره ابن عمر فقيل له انما هو ابن عمرو وهو الاشعثي فابى ذلك. نعم. واما تصحيفه في المتن فكثير، وكذلك محمد بن عياد المهلبي. مهلبي. يوجد مهلبي من شراح الحديث ينقل عنه ابن بطال كلاما جميلا في شرحه صحيح البخاري عن المهلبي، ينقل عنه كثيرا. لا ليس هذا مصحف. نعم صحف ابن جابر فقال ابن جرير. نعم شيخ لا يوجد شيخ لا يوجد مصحف متعمد هذا يعني اشبه بابن ابي شيبه لو انه كان ينزح. قال الذهبي لا يمكن ان يكون لا يعرف يعني الم ترى كيف فعل ربي حتى يقرا يعني الف لام ميم فعل ربي واصحاب الفيل. يستبعد هذا جدا. سياتي كلامه بعد قليل. فمثل هذا ربما كان اقرب الى الدعاء. ربما يكون خطا شيء. ممكن خطا في غير مقصود. الم ترى كيف فعل ربك في القران. مستبعد جدا. يعني لو كان في صور طويله وفي يعني ايات وكذا أو في الكلالة أو في يعني ألفاظ مما يمكن أن سورة سورة ورجل في علمه شيء، لكن في سورة الفيل حتى ذلك ستسمع كلام الذهبي في ذلك. وصيره ابن عمر فقيل له إنما هو ابن عمرو ولو هو الأشعثي فأبى ذلك. وأما تصحيحه في المتن فكثير، وكذلك محمد بن عياد المهلبي صحف ابن جابر فقال ابن جرير. وصحف ضحى ببقرة بهر انطمست وهي بقرة، انطمست فيها القاف يعني نقطتان انطمست فصحفها الى ضحى بهره. هذه تحتمل الاثنين، تحتمل تصحيفها تصحيف السمع وبصر. بهره بقره والبصر ظاهره قريبه شيء. نعم. ولا يفوت الذهبي ان يورد اما المعنى هنا مستبعد طبعا لانه لا يضحي احد وهره يسكي بقى بقر. نعم. ولا يفوت الذهبي أن يورد بعضا ممن صحف في القرآن كمشكدان الذي قرأ في التفسير. مشكدان ما اسمه؟ عبد الله بن عمر بن عدنان. نعم. ولا يغوث. نعم. ولا يغوث ويعوق ونشر. ونشر نقطها ثلاثا. نعم. فقيل له فقال هي منطوقة ثلاثة من فوق. يعني أصر على الخطأ. نعم. قالوا هذا غلط. قال فأرجع إلى الأصل. استغفر الله. يعني كأنما هي نسخة من النسخ الموجودة، كأنما يقرأ حديثا معينا هو حتى يعود فيه إلى الأصل. واضح؟ ما تجيش فأرجع إلى الأصل يعني رجعوا. نعم. إلى الأصل. حتى الأصل ما المقصود بها؟ مقصود بها نسخة من النسخ. هم يتحدثون عن آية الأصل فيها كتاب الله عز وجل. يغوث ويعوق ونسرا. يعني كأنه هو لم يفطن إلى أن يخالفونه في نطق كلمة من كتاب الله عز وجل. فعامل نسرا ها هنا كما يعامل أي لفظة من ألفاظ الحديث. فقال أرجعوا إلى الأصل. يعني وراجع الأصل، وإنما هو الأصل كتاب الله عز وجل، والأمر أشهر من ذلك، ولا توجد فيها قراءة ولا رواية ولا كذا، فإنما هو تصحيفا. هو مسميات يا شيخ يغوث ويعوق. نعم تفضل. قصته يعني إنه فأرجع إلى الأصل، يعني لما قال هذا غلط فأرجع إلى الأصل. لا هو قال فأرجع إلى الأصل. فأرجع يعني هو أصل. لأنه راجعوه فيها. كمان الفارسي كذلك تمسك بخطأ. يعني أحيانا الإنسان أذكر الله مرة يا شباب أذكر مرة كنا في السنة الثالثة ندرس مختلف الحديث ندرس الناسخ والمنسوخ، فمر بنا الحديث كان آخر أمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. مر بنا الحديث هذا عندكم في السنة الثانية عندنا مما مست النار. فكانت معنا أخت اسمها أمين فسألت الأستاذ قالت له يا أستاذ ما معنى مما مست النار؟
فقال من المكان الذي فيه حرقا. هذا تصحيح المعنى. المكان الذي فيه حرق. قال يا أستاذ لعل المعنى يعني استحينا من هذا التفسير من هذا الشرح. فقالت لتفتح عليه. قالت له لعل المقصود أنه الطعام المطبوخ بالنار ليس المقصود حرق. فأصر على ذلك فأطعطأنا رؤوسنا ومضى الأمر على ذلك. فإذا ما رجعت إلى الصواب فعد ولا تبتعد. واضح؟ لأنه أحيانا الإنسان يخطئ ثم بعد ذلك ينبهه الناس لعله يرجع فيستحي من أن يعود إلى الحق وإلى الصواب. وهذا خطأ. أن أكون ذنبا في الحق خير من رأسا في الباطل. من الذي ما ساء قد من له الحسنى فقط من الذي لا يخطئ. فشعبة أمالك تذكرون فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل فيلقون في نهر الحياة جهنميون صحيح البخاري فيلقون في نهر الحياة. الإمام مالك وحده الذي قال في نهر الحياة حياة هكذا بالمد بدون تاء. لو اعتذرنا لمالك أحسن ما نقول أنه الحياة بمعنى المطر. لكن طبعا هنا هل هذا المقصود؟ ليس هذا المقصود. إنهم في نهر الحياة فيخرجون وقد امتحشوا يعني قد اسودت وجودهم حتى إنهم يسمون الجهنميين. نسأل الله السلامة والعافية. أنا قال الذهبي من الذي ما أخطأ فشعبة أمالك مرت من العبارة أو لعلها تمر بكم في السنة القادمة بالجرح والتعديل. شيخ تصحيف القرآن أي نعم نعتبر التصحيف متن تصحيف في كتاب الله عز وجل هو تصحيف متن لكن في كتاب الله عز وجل في كتاب لأنه القرآن ليس فيه سند سند ومتن إنما هو كتاب في ألفاظ القرآن لكن غالب أن يكون فيها متعلقة بمعاني كذلك كما ترون. نعم وهو مذموم. نعم مذموم تصحيف مذموما يكون على سبيل المداعبة والمزاح وكذا. فكتاب الله أعظم من ذلك. نعم صحيح الشيخ ممكن في درسه في بعض الأحيان أن يطرح بعض النكت وبعض اللطائف وكذا من باب أن ينشط الطلاب وينبيهم وأحيانا تكون النكتة نفسها فيها دلالة وفيها فائدة وفيها رسالة تربوية لكن أن يعني يكون هذا في كتاب الله فلا يجوز هذا. مشايخنا جزاهم الله خيرا بقدر ما يتورعون في كتاب الله عز وجل بقدر ما يحرصون في دروسهم على القصص الجميلة وعلى النكت الطيبة وعلى اللطائف وعلى الفرائض وعلى هذه الفوائد التي يعني ينتفع بها طلاب العلم ويتشوقون إلى كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. أكمل إن شاء الله ما كان في القرآن ثم بعد ذلك. قال الذهبي هذا يدل على أنه المسكين كان عاريا من حفظ القرآن. نعم. وعثمان بن أبي شيبة الذي لم يحكى عن أحد من المحدثين من التصحيف في القرآن الكريم أكثر مما حكى عنه فقد أورد الذهبي في تصحيفاته أنه قرأ فإن لم يصبها وابل فطل قرأها فظل وابل وابل فإن لم يصبها وابل هذه الجنة بربوة تلك الجنة بربوة قال هي يعني أرض طيبة مباركة يكفيها قليل الماء حتى لو كان طلا خفيفا فإنها تكتفي بذلك تؤتي كلها كل حين بإذن ربها فهو يعني صحفها إلى ظل فإن لم يصبها وابل فظل بالضاء المعجمة بعدها لام وقرأ مرة الخوارج مكذبين نعم وفطشتم خبازين نعم فضرب لهم سنور لهنا بسور له باب سورة الحديد فضرب لهم سنور لهنا فردوا عليه قال قراءة حمزة عندنا بدعة نعم وقرأ عليهم في تفسير نعم كأن فيها دعاء نعم ألم تر كيف فعل ربك قالها ألف لام ميم حتى اعتذر له الذهبي عن ذلك لظهوره بقوله لعله سبق لسان لعله سبق لسان نعم وإلا
فطبعا كان يحفظ صورة الفيل، وهذا تفسيره قد حمله الناس عنه. نعم كما أخذوا شيء. نعم يخطأ كثير في القرآن اي نعم فله تفسير. نعم كما اعتذر له في قراءته جعل السفينة في رحل أخيه، فقيل إنما هي السقاية، فقال أنا وأخي أبي بكر تقرأ لعاصم. نقرأ لعاصم. نعم. قال ذهبي كأنه كان صاحب دعابة ولعله تاب وأنا. السلام رحمة الله على الذهبي. تأدب شيخ الله. تأدب. أنصحكم والله في كتب الإمام الذهبي. أنصحكم بها فينا تؤدب. ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تنقيه وجليل. وسير على منه بلاء له كذلك. وهو فنان التراجم كما يقول الدكتور بشار عوض. معروف. نعم. وهذا دأب الذهبي في التماس الأعذار للكبار. وأدب المحدثين رضي الله عنهم كما قال أبو عمرو بن الصلاح كثير من التصحيف لمنقول عن الأكابر الجلة. ينقصها ألف. نعم كثير من التصحيف المنقول عن الأكابر الجلة عن الأكابر الجلة لهم فيه أعذار لم ينقلها ناقلو. لم ينقلها ناقلو تلك التصحيفات، نقلوا فقط التصحيف لكن ما نقلوا الأعذار. ما قالوا كان الشيخ متعبا، كان منهكا، كان مرهقا، كان يسرع في القراءة. نعم ذلك الإنسان أحسن أن يتأنى في قراءته. نعم فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. ما كان الرفق في شيء إلا زانا، ما نزع من شيء إلا شانا، من حرم الرفق حرم الخير كله. نعم. وصدق ابن الصلاح وأحسن الذهبي، إذ لا بد من إنصاف الأئمة وتعظيمهم، وليس من شك أن تصحيف وكيع على سبيل المثال لحديث معاوية رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر. نعم. حيث غيره تشقيق الشعر. نعم هي أصلاً يعني حديث مروي بالمعنى، رواه بالمعنى وكيع، وإلا هي يشققون الكلام في مسند الإمام أحمد. نعم يشققون الكلام ومعنى نعم يتشدق بالكلام، يتشدق يعني بدل يتكلف في كلامه ويتفيهق في ذلك، ويحاول أن يبرز يعني فصاحة يعني في غير محلها، وأن يكون فيها كثير من السجع المتكلف. لذلك السجع كلها تكلفه في الدعاء، حتى في الدعاء وأنت تدعو، والدعاء هو العبادة، لكنه إذا كان لا هو العبادة مخ العبادة ضعيف. نعم دعاء هو العبادة. نعم تشقيق الكلمة. إن الذين يتكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، في سياق الدعاء. نعم فيشققون الكلام بمعنى أن الإنسان يحاول أن يتكلف وأن يتحذلق. نعم فهذا مذموم. مثلا في الدعاء شيخ يعمل خواتيم تشبه بعض، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في بعض الأحيان يكون ثم تسجع، لكنه غير متكلف كما قال النووي يعني وغيره. لا يبالغ. نعم اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعم خير دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فيه بعض السجع لكنه غير متكلف، لذلك ذم صلى الله عليه وسلم. نعم سجع أن تأتي بالكلام على نفس ميزة منحى واحد. نعم. وزن واحد. مرحبا بالشيخ. مع صلاة المغرب إن شاء الله. ولا كيف ترى؟ كنت فكر طيب. حيث غيره بالحطب بالمهملة والشعر بفتحتين، إنما هو سبق لسان أو سهو ناشئ عن شرود الباب. الشعر قرأه مصحفة الشعر كذلك. نعم كأنما فيها تصحيح معنى شباب كذلك الشعر، لأن الحطب إذا شقق كأنما يجعل على شكل هيئة الشعر كذلك. نعم لهذا قال ذهبي بفتحتين
كان فيه إشارة إلى هذا. رحمة الله عليه. هو شيخه عن إمام سحنون، شيخ الإمام سحنون التونسي. وكيع نعم. وكيع شيخ. وكيع بن جراح هو هو الإمام العالم ولا؟ هو إمام بن سحنون. شيخ بن سحنون. لهذا قلنا لا نستغرب. نعم. وقرأ الإمام سحنون على ابن عيينة سنتين. سنتين كاملتين وهو يقرأ على ابن عيينة. له سماع سنتين منه. إنما فاته مالك رحمه الله تعالى. فاته مالك لأنه كان عند ابن القاسم، ما كان عنده نفقة. كان عند ابن القاسم وكتبه لإمام مالك مراسلات ورسائله تصل إلى ابن القاسم وعنده إمام سحنون. لكن ما كان له مال يرحب به البتين. لا إله إلا القدر له فقر. ثم بعد ذلك فتحت له الدنيا، فكان لهم 12,000 زيتون الإمام سحنون في يعني في القيروان، فكان يكتفي بزيتونة واحدة بزيت زيتونة واحدة ثم يتصدق. تصور 12,000 ما شاء الله. إيش نبي طاوية طاوية؟ إيه شاء الله. ما شاء الله. طاوية حسبه. انظر الغنى غنى النفس. قال ما بورك لأحد بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بورك لسحنون في طلابه. كان يأتي المريض فيكتب له نون قل اشرب فيشفى وهو في درسه. قال فغاب يوم سحنون رحمه الله تعالى، فقام أحد الطلاب المتعجلين من أمثالنا وقال تعالى هذه نون أشبينا هي فكر نون فكر حرف الميلوها كيف ميلها عطر طرأ في المنام قائلا يقول له هذه نون. فأين سحنون؟ فأين ذلك اليقين؟ لأن ابن القيم يقول إنما الرمي على قدر الساعة، قدر قوة الساعة. نعم. سحنون كان يكتب نون وهو ينوي في ذلك أنه كلام الله. نون والقلم وما يسطرون، ينوي أنه كلام الله الشافي وما أدرك أنها شفاء. وهذا كتبها مع مجرد حرف. نعم. نعم. رحم الله علماء المسلمين. وكيع زاد شيخ الشافعي. نعم. الشافعي. نعم. نعم نواصل الشباب جزاكم الله حتى ننهي جزاكم الله خير. نعم هذا وكيع وهو من هو في الفقه وفي العلم وفي الزهد وفي الورع. ومع هذا الانسان قد يخطئ. نعم فلا تبرئ نفسك. لو ان قرانا صحيح البخاري صحيح مسلم لرايتم كم نخطئ وكم نصحح وكم نحرف. نعم. لذلك اعتذروا للائمه الكبار كما اعتذر الذاهب لم يعرف قدره. نعم. عن شرود البال وشدة التعب من كثرة المذاكرة يرحمك الله. نعم. من كثرة المذاكرة والإملاء أو سرعة القراءة. نعم. وهذه أمور لا يعرى منها إنسان. لا يعرى منها إنسان كما قال أحمد. وحسبك أن شعبة وابن معين قد صحف ومن الناس بعدهما. ومن الناس بعدهما؟ هذا التعبير أخذته من كلام الذهب دائما يقول ومن الناس بعدهما. يقول تكلم الناس في أحمد ومن يسلم من الناس بعد أحمد في كتاب من تكلم فيه وهو موثق. وتكلم الناس في أحمد إمام أحمد الذي يقول فيه ابن المديني علي بن شيخ البخاري الذي قال البخاري ما استصغرت نفسي بين يدي أحد كما استصغرت بين يدي علي بن المديني. يقول علي بن المديني إن الله أيد هذا الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة محنة خلق القرآن. لأن أحمد يعني أبى أن يأخذ بالرخصة قال لا ليس حالي كحال الناس أنا إمام للناس. لو أنني قلت بهذا لصار الناس كلهم معتزلة لا لا يتسعون الرخصة. لا إله إلا الله. فصار إمام فرفع الله قدره بذلك. نعم. فلا بد من التأدب مع أهل العلم والفضل وحمل ما يقع منهم على أحسن الوجوه. وهذا في حق طلبة العلم النبوي واجب لأنهم أمناء النبي صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق. نعم. والعلماء مواقف. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. نعم. من يقرأ شباب؟ من يقرأ؟ ولا يخاف التصحيف وليصحف ما شاء. تفضل. ولقد ساق الذهبي ممولج من تصحيف اللعنه اذ قال عن احمد بن نقل عن احمد بن صالح بدا انه قال بدا من اول شيء احمد بن صالح المصري يا سلام انه
نعم نعم أنه قال سمعت سلامة نعم سلامة سلامة يحدث عن عقيل بحديث السفر بحديث السقيفة فقال عقيل بن خالد تلميذ الزهري نعم ولا الذي بايع بعرة أن تفتلى قلت قال ولا الذي بايع تغرة أن يقتلى لأن سيدنا عمر كان يخطب كان رضي الله تعالى عنه مع عبد الرحمن بن عوف وفي رواية مع ابن عباس فسمع أن بعض الناس يقول لو مات فلان لبايعت فلان فسمعه عمر فغضب لذلك علم أن الشورسة تذهب سيقضى على الشورسة وسيصير الأمر يعني استبدادا بين الناس واختيارا بين الناس وفتنة عظيمة فحذر عمر من ذلك هم بأن يحذر في مكة فنهاه عبد الرحمن بن عوف قال لا قال مكة فيها الرعاع وفيها عامة الناس وفيها الناس يأتون من كل مكان وكل فج عميق لكن انتظر حتى تأتي المدينة إن فيها الحكماء وإن فيها العلماء وإن فيها فانتظر فقال لا قمنا بذلك أول ما كنوا في المدينة سأخطب في الناس فقال هذا فقال ولا الذي بايع تغرة أن يقتلى يعني لا يبايع للذي بايع ولا لصاحبه الذي بايعه الاثنين هؤلاء إذا اختار الناس إماما لهم فلا يكون هذا ولا هذا لأن هؤلاء يعني أرادوا أن يصفوا على هذا على شورى المسلمين فمنعه عمر بذلك فهذا المحدث بدل أن يقول تغرة أن يقتلى قال بعرة أن تفتلى فقال ما معنى بعرة قال بعرة تفتلها بيدك أصر على هذا المعنى الذي تراه لكنه تصحيف معنى ما هي التغرة شيء؟ نعم تغرة يعني حتى يعني مغبة حتى لا يحصل ذلك واضح؟ الذي بايع والذي بويع يمنعان تجدون الشرح في بالهامش يمنعان بعد ذلك إذا بايع الناس إذا اختار الناس إماما فلا يكون هذا ولا ذاك لا يكون صاحبي الفتنة وإنما الأمر شورى بين المسلمين وأمرهم شورى بينهم مشاورهم في الأمر نعم وأشركه في أمري ما كنت قاضيا أمرا حتى تشهدوا نعم هذا ينقص المسلمين اليوم أن تكون الشورى في حكمهم وفي سياستهم وفي بيوتهم وفي مؤسساتهم والله المستعان نعم نعم ثمانية يعني لعلكم تجدونه في لا حتى في هذا الشيء سبعة في سبعة موجود في سبعة فيها مش سبعة فيها مش سبعة إن شاء الله ستجدونه بعد ذلك ستجدون هذا المعنى الذي ذكرته نعم هذا اجتهاد من عمر وهو أن يحرم هذان اللذان أراد أن يستبد بهذا الأمر دون المسلمين واضح يحرم بعد ذلك من أن يختار أحدهما أميرا واضح لأنه صاحب فتنة طيب قال لا قلت فما معناه قالوا جعلك تفتلها بيدك فتهتله نقلت في الماء في المتن والإسناد وهو الخطأ الناشئ عن تقديم الكلمة أو تأخيرها أو تركيب سند حيث حديث سند حديث لمتن غيره ولقد احتفى الذهبي بذكره مثل بعض ما وقع من ذلك من رواة الحديث وأكثره في الميزان من قلب السند من مقلوب السند كما في ترجمة أحمد بن محمد بن الأزهر السجستاني أنه وقعت إليه وقعت إليه كتب فيها من الحديث وهو ابن زيد بن يزيد فتوهم أنه يزيد بن موهب فحدث عنه وقال في ترجمة إسحاق بن مساعد بن كعب بن عجرة بن عجرة كعب بن عجرة إن كان أراد سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة فإنه ثقة الحديث عن مالك حدث عن مالك ويحيى بن قطان فإن إسحاق بن سعيد بن سعد لا يدري من هو لا يدرى من هو أو لا وجود له بل أرى أنه أقلب
انقلب انقلب اسمه على عبد الرحمن بن النعمان بن النعمان، ولهذا لم يذكره عامة ثم جمع في الضعفاء. وقال في ترجمة، نحن نقرا الان فقرتين او ثلاثه ونصحح فيها، فكيف بهؤلاء الائمه يقرؤون كتبا عديده ومئات الاحاديث في اليوم؟ هذا يقرب لنا حال هؤلاء الائمه رحمهم الله تعالى. وقال في ترجمة الحاكم بن عبد الله المصري، قال المصري المصري، قال عبد الله بن الحاكم وهو أصح. وقال في ترجمة داود بن سيرة، الحاكم بن عبد الله الأصح أنه عبد الله بن الحاكم، واضح يا شباب؟ هذا الحاكم بن عبد الله قال الأصح أنه عبد الله بن الحاكم. وقال في ترجمة داود بن سوار الصواب سوار بن داود. وقال في ترجمة عيسى بن صدقة يقال صدقة بن عيسى، والصحيح الأول. وذكر نقل بن عبد بن حبان، وذكر نقل عن ابن حبان عن ابن حبان ابن حبان أن عبيد الله بن موسى التنافسي، عبيد الله بن موسى هو التنافسي، نعم، قلبه. وقال في ترجمة محمد بن إسماعيل بن سعد بن أبي الوقاص الظاهر أنه إسماعيل بن محمد بن قلب. نعم. وذكر قلب يعني تصحف يا شباب، أليس كذلك؟ نعم. هذا من نوع التصحيف. نعم. وذكر في ترجمة عبد الله بن عبد الرحمن بن نعمان بن معبد أنه روي عن سعيد بن إسحاق عن سعد بن إسحاق العجري ابن عجرة العجري، نعم العجري، فقلب اسمه أولا فقال إسحاق ابن سعد بن كعب، ثم غلط في الحديث أي صحفه، وليس في الميزان من لم يصحف بعد خليت رأي تفضل. وليس في الميزان من مطلوب المتن إلا الموضع الواحد في ترجمة رشدين بن سعد المصري، مع هذا راوي ضعيف تجدونه في الطهارة في كتب حديث الأحكام، يقال فيه رشدين بن سعد، معناها فيه راوي ضعيف مصري. أنه روى حديث المرفوع، ما معنى مرفوعا؟ للنبي مضافا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لو أبعث فيكم لبعث عمر نبيا، حيث نقل الذهبي قول ابن عدي بن عدي قال رشدين متنه إنما متنه لو كان بعدي نبي لكان عمر، هذا المعروف، هذا الذي في الصحيح، لكن كيف رواه رشدين؟ صحف معناه فقال لو أبعث فيكم لو بعث عمر نبي، لا، والنبي قال لو كان نبي بعدي، مش لو يعني لن ينوب عني عمر، لا، إنما كان لو كان أحد سيكون بعد نبي لكان عمر، لأنه ملهم محدث موفق مبارك وافق القرآن مرات. الله أكبر. شيء خروفي يعني مع حديث المرفوع، حديث مرسل شيء. حديث المرفوع مضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متصلا أو مرسلا أو غير ذلك، وأضيف للنبي المرفوع. نعم. ويمكن اعتبار هذا من الوهم كما قال ذلك في ترجمة مطر بن زياد، وهم فيه من طلب. لم تقرأ بعد أنت. طيب نسمع شيئا من تصحيفاتك. وقد يعرض للذهبي توقف في بعض الرواة، إذ يحول الاشتباه دون تعيين القلب وتمييز الصواب، كما ترجم لخالد ابن حسين في كذا كذا في واحد كذا، وترجم لحسين ابن خالد. نعم. وقال في كليهما أبو الجنيد نفس الكنية. نعم. وربما اجتمع في اسم راوي قلب وتصحيف فيبينه الذهبي على ينبه. أرأيت كيف تصحفت فينبه إلى فيبينه، هذا يقرب لك. فلما قلنا تصحيفات أكبر من الأئمة. نعم. فينبه الذهبي على كليهما، لذلك أنا لما راح أرجع حينما قلت قد صحفته يعني تلخم وتختم، وكل ما درس أذكرها ليس بهذا شيء من نحن. نعم. كما قال في حبيب ابن عبد الرحمن الصواب عبد الرحمن ابن حبيب، فقد انقلب اسمه. لو جاء هذا فتقول مقصود بالصواب وانقلب أنه تصحيف. نعم. فقد انقلب اسمه، ثم قال في ترجمة
خبيب. خبيب ابن عبد الرحمن سوابه حبيب على مامي. يعني هو مصحف. نعم. ومن أقسام المقلوب التي يريدها الذهبي ما بدل فيه إسناد بآخر وهو أشبه بالوضع كما ذكر في ترجمة محمد ابن عمر الواقدي أنه يقلب الأخبار. يلقي حديث ابن أخي الزهري على معمر ونحو ذلك. ونحو هذا. طيب من يختم لنا بهذا المثال إن شاء الله؟ نختم به عامنا مثال جميل فيه أدب طالب الحديث. هؤلاء ثلاثة من طلاب الحديث أرادوا امتحان محمد بن عجلان عالم المدينة فأحس بذلك فدعا عليهما لا إله إلا فوقع دعاءه عليهما لا إله إلا. شيخ مليح بن وكيع. نعم. سؤال شيخ. تفضل. شيخ القلب يعني هو يعني تصحيح معنى شيخ. قلب تقديم وتأخير طبعا. القلب تصحيح معنى يعتبر. نعم نعم. تصحيح كما قال كما حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه قلبت كذلك جاء كذلك مطلوب في صحيح مسلم مع الحديث الأول على ظاهره حتى لا تعلم يمينه ما وتنفق شماله. ذكر الاثنين مسلم تنبيها على الرواية الصحيحة. لا يعتبر مصحف يعني. لا لا. لكن هو من باب أنه هو داخل في التصحيف لكن الإمام مسلم ذكره لنا حتى يبين أنه كذلك روي على هذه الطريقة وهو يريد أنه ليس معتمدا. والتأويل الحديث اللي قلت شيخ مريا تبدأ يمينه بالعظم شبس ولا لا الشمال يوم فيه على النسبة. الشمال لأنه يعني أكثر ما يستعمل اليمين. نعم مريا كما قلوا يدخل يده الجيب ويعطي خطوة ما ينزموش يعرف حتى شكلها في العادة مريا بالضبط التفسير شنو في العادة الإنفاق يكون باليمين حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين هو استعمال الشمال يعني في حالة خاصة أما دائما كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله في تنعله وفي ترجله صلى الله عليه وسلم يعني في ترجل مقصود مشته لشعره شيخ قصده يعني ما 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 يعني حتى هو نفسه لا يعرف كم كأنما من فرط إصراره بتلك الصدقة كأنما هذه بيد الشمال لم تعلم بموافقة اليمين دعك من ممن على يساره وممن عن يمينه واضح كأن بعض أجزاء جسمه لم يعلم به أما هو يكون يعلم قد طبعا هو يعلم لكن من باب أنه يخفي ذلك عن الناس طبعا أي نعم هذا المقصود عن الناس هذا شأنهم يخفون طاعاتهم نادى ربه نداء خفية كذلك نعم. حتى يكون خالصا لله عز وجل نعم. نختم بهذا الشيء من يختم لنا؟ هل قرأت أيها الشيخ وقرأت أم لم تقرأ؟ لا نحرجك لا نريد والله منك تصحيح نعم فقد كفانا ما سمعنا لكن نريد الاعتبار بهذا يا شباب لأن محمد بن عجلان دعا عليهما على الثلاثة فلا إله إلا سترون ما راح حصل لنا وكذلك المطلوب امتحان كما أورد الذهبي في ترجمة محمد بن عجلان وامتحان يوسف بن خالد ومليح بن وكيع وحفص بن غياث لمحمد بن عجلان قال يوسف نقلب عليه حديثه حتى ننظر فهمه قال يحيى بن سعيد القطان ففعلوا فما كان عن سعيد عن أبيه فعن أبيه جعلوه وما كان عن أبيه جعلوه عن سعيد فقال يحيى لا أستحل يحيى القطان قال أنا لا أشارك في هذه في هذا الامتحان خاف على نفسي لا إله إلا الله لا أستحل فدخلوا فسألوه فمر فيها عن سعيد عن أبيها عن أبيه وافقهم ثم بعد ذلك تفطن قال عن أبيه عن سعيد ثم قال كأن إن كنت فعلت هذا أردت بذلك شيني وعيبي لا إله إلا الله فسلمك الله بالإسلام والآخر قال له فابتلاك الله في دينك ودنياك سترون هذه الدعوة الثلاثة نسأل الله السلام والعافية لأن دعاء مظلوم ودعاء صاحب دعوة مشابهة فوافقت الإجابة بهذا نختم إن شاء الله عامنا حتى الإنسان يعني يتبرع نسأل الله يمن علي وعليكم بذلك نعم واصل أيها الحبيب فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ فقال أعد فغرد عليه فقال ما سألتموني عن أبيه فقد حدثني سعيد وما سألتموني عن سعيد فقد حدثني أبي به ثم أقبل على يوسف بن خالد فقال إن كنت أردت شيء شيني وعيبي شيني وعيبي
فسلبك الله الإسلام. الله فاتهم بالزندقة. وأقبل على حفص فقال ابتلاك الله في دينك ودنياك. سلم. وأقبل على مليح فقال مليح ابن وكيع لا ينفعك الله بعلمك. قال يحيى فمات مليح ولا ينتفع بعلمك. ينتفع بعلمك. ولا ينتفع بعلمك. ابتلي حفص في بدنه بالفالج وفي دينه بالقضاء. فالج هو أشبه كما شلل النصفي. شلل النصفي أحسن بهذا مشروع. الفالج هو أشبه شلل النصفي أو بال نعبر الآن إحنا بالفتلة يقول واحد مفتول فلد مفتول. نعم معنى إنسان ما عاش يتحكم في بالقضاء شيء في دينه بالقضاء وفي دينه بالقضاء. نعم. ولم يموت يوسف حتى اتهم بالزندقة. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا وعلمتنا وزدنا علما. لا تنسوا المصالح دعائكم. نسأل الله أن يجمعنا على الخير في العام القادم وأن يجمعنا في مستقر رحمته مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير الجزاء.